السلام عليكم. الله يصبحك بالخير. هذه من اللي يهدون عليها مكتبينها مهدين عليها، ذبح الطير ومخلينها ماشيين، وفيها هذا رد على اللي يقول يخلونها عشان ياكلها الحصني ولا الكلب يا كرم السامع ولا الطيور ولا هذه، على كبرها ميتة وميبسة، واضح من يعني مو تو السالفة هذه، فلا بد ان نتق الله فيما خلق حتى يبارك لنا بما رزقنا، ولا نبتلى يعني، لا نستهين بالشيء هذا، ناخذ الامور عادي سهلات، ترى ما يبارك لنا ربنا حتى بحلالنا اللي عندنا، وطيورنا اللي علمه وخليه يذبح، ما يباركك فيه رب العالمين، وانت شنو؟ تعمل يعني امر عبثي هذا، هذا مو فعل ترى صقار، الصقار الصحيح ما يعمل هذا العمل. لابد ان يتقي الله ويعمل العمل الذي يعني. السلام عليكم، الله يصبحكم بخير. تكلمنا العام عن هذا الموضوع ونرجع مرة ثانية ونتكلم للنفع، يعني مو همنا يعني تشويه للناس ولا شيء، ولكن الشيء اللي فيه نفع للمسلمين اللي بنتكلم فيه. نسأل الله يأجرنا وياكم جميعا ويعطينا على قد نيتنا. يا اخوان نفس الموضوع هذا لا يتكرر. انا ذبحت لي الحين بطة ولا شيء، اشوف لي احد ياكلها. اذا ما اكلتها انا اشوف لي هندي من الهنود هذه بالمخيمات واجد. ما في اشوف لي يكرم السمع من الكلاب هذه ولا القطاوة ولا اي شيء وقطها له، ولا اقطها الشكل هذا عبث، ما يجوز الشيء. شو تبي يا ربي يبارك لك وانت قاعد يعني تعبث يعني بنعمة الله يعني سبحانه وتعالى. احرصوا احرصوا ترى والله بالله وتعالى الله ما توفق حتى بطيرك اللي قاعد تعلمه، دام شغلك عبث وذنوب من غير فائدة.